بعد الفترة اللي قضينا في عرس المعاش برج حلوان اليهودية أبد الجمعية باش تجي لهنا القوس أبو بنو مارين اللي واحد القوس أثري وتتواجد وحده بنك المغرب وبريد المغرب وهاد المبادرة درناها لأنه الشباب الثقافة والشباب في خدمة مدينة نظيفة وكما كنعرفوا هذا الباساج كان باساج جد سيء للناس اللي تديروا الحاجيات ديالهم والأطفال اللي في وضعية الشارع وأبد الجمعية حتى اليوم هذه البادرة اللي فيها الناس بزاف وسيرتو الناس ديال المحيط التجار ديال المحيط جمعنا والناس اللي فيها هما غاديين وشكرونا بزاف لأن هذه البادرة ما كانش على حساب على فراسهم بأنه الكتاب راه كان في المكان وتعطي واحد أهمية للناس والمراكش والزوار لأنه الزوار مراكش تاهم تيدوزو من هنا بزاف من بعد كان هاد القوس منفي من الناس لأنه كانوا تيتواجدو بزاف الناس متشددين وبائعة الهواء واللي تشربوا الكول إلى آخره وجينا لهذا القنت وراه صنع الحمد لله وعندنا حنا واحد الفيديو ديال هذا القنت اللي كان من قبل وتنتمناو غادي ندوزو الايام الرمضانيه كلها هنا ان شاء الله باش نقضيو على هذه المساله ويولفوا الناس بانه وتنتمناو مستقبلا باش يكون شي حاجه اخرى هنا اللي تدعني الثقافه تنتمناو من السلطات ان شاء الله كيشوف الاخ كي كيشوف القنت بانه ولات فيه واحد البادره حسنه جدا نشكر الجميع وهذه البادرة ما خصناش نساوها في جمعيتنا للثقافية